بأنه وصل وفد من مستشاري الرئيس سعد الحريري على رأس الوزير السابق باسم السبع. لازم ينطروا شوي. نعم. نادي الحريري معاليك اليوم شو بتقولوا للناس؟ هل هناك أمل بعودة الرئيس سعد الحريري للعمل السياسي قريبا؟ هو بيقول لهم، هو بيحكي معهم. أوكي، بس الظروف الإقليمية بتساعد برأيك لعودته؟ مش الإقليمية، الداخلية. الداخلية. هلا ماسكوا الكبير. العودة مرهونة بقراره أكيد يعني، بس بعتقد إيه هو على الطريق صار. بس المتغيرات الداخلية برأيك هل هي صار في متغيرات من وقت ما علق عمله؟ لأنه ما في متغيرات، لأنه بعده الوخم موجود بالبلد، عارف كيف؟ خلي ما يغرق بهالشيء هذا سعد الحريري. لاحق لاحق. شكرا لك. نعم، اليوم هل سيكون هناك كلمة بالسياسة لرئيس الحريري؟ لا ما في شيء، في لقاء ولا ببيت الوسط؟ ما بعرف، هلا بعد شوي بعيد. ستكون من بين المشاركين والحشود؟ أنا مشارك دائما يعني، منه حدث إنه يكون حد رئيس الحريري. أستاذ نادر، البعض بحملك مسؤولية وصول الرئيس سعد الحريري إلى هذه المواصيل، وتحديدا إنك أنت كنت عراب التسوية وشريك الوزير جبران باسيل. اليوم شو بتقول للناس اللي نزلت على الشارع لكرمال الطالب الرئيس سعد الحريري، وشو بتقول للرئيس الحريري؟ انا كنت يعني نفذ السياسي، مش انا اللي بقرر السياسي، اكيد كنت من الناس اللي فاعلين، بس هلا اليوم هو ذكرى للرئيس رفيق الحريري ونحن جايين بمعيه رئيس سعد الحريري. بتشجعوا على العوده برايك؟ قرار بيعود له، وانا باي قرار بياخده انا معه فيه. شو معطياتك يا شيخ نادر؟ هل سيعود على العمل السياسي؟ رح نرجع نشوفك الى جانبه. لا انا برات هذا الموضوع. شو معطياتك؟ هل سيعود الى العمل السياسي؟ كل الناس عم تسال، بعض الناس ما عاد. والله بننتظر قراره، ولما بقول قراره نحن معه. على ضوء ماذا؟ الحشد اقليميا، على ضوء شو؟ ما بعرف، اساله. إذا يعني هذا كان وفد وصل إلى ساحة الشهداء قبيل وصول الرئيس سعد الحريري إلى الضريح. أستاذ نديم، اليوم شفت كنتم موقعين هالحشود كلها من كافة المناطق الناتجة على الرغم من الطقس؟ دائما عندنا ثقة بمحبة الناس، وهالمرة يعني الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول. تحية لأهلنا بكل المناطق اللبنانية. برأيك اليوم هيدي المطالبات بتحرج الرئيس سعد الحريري، وخصوصا إذا ما كانت الظروف الداخلية برأيه أنه تؤدي إلى العودة أو تحتم العودة؟ هلأ يعني الرئيس الحريري أنا بعرف كان عم يشوف هالمنظر على التلفزيون، كبر قلبه وسمع الناس، ولحيقلهم أنه أنا سمعتكم.